فوق كل بيت الستلايت فارض حضوره، وكان في أول ظهوره ممنوع دخوله، وصل سعره إلى 18,000 ريال. ويبقى السؤال، هل فعلاً مع التطور الملحوظ في التقنية في ناس تستخدمها للآن، وهل اختلف سعرها؟ أيوة، هذا في أول في أشترينا فور زيادة، عليهن ما في زيادة، هذا عليهن تلفزيون أونلاين، كله شغل أونلاين، سمارت تلفزيون. القنوات الفضائية بدأت من أريال يتصل بشكل مباشر من الأقمار الصناعية، حتى وصل لشريحة صغيرة باشتراك شهري يغني عن الستلايت. الدشات الستلايت هذه من زمان، من سنين نسيناها. هذا الحين كل شيء على الانترنت، خلاص كل شيء مشبوك بالانترنت. التلفزيون الذكي فعلا موجود ويغني عن الصحون اللاقطة، ولكن هي مسألة اني ما زلت استخدم هذا يعني هذا النوع من جلب القنوات عن طريق الدش او عن طريق الصحن اللاقط. سابقا كنت استخدم، الان لا، لان الان صار اوفر من ناحية اشتراكات. اختلفت الآراء بين الاستغناء عن الستلايت من عدمه، لكن خلال جولتنا الميدانية قصدنا تواجده بكثرة بأشكال قديمة ومتهالكة، واتضح لنا أن الاستغناء عن استخدامه ما ينفي وجوده. ويبقى السؤال، متى ممكن تختفي بشكل كامل؟ لأخبار 24، صفية الصفار.